بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية نقلت خبر عن حاخام يهودي اسمه إيلي عبادي. إيلي عبادي هذا الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي. نعم، وهذا المجلس اليهودي الإماراتي تابع للمجلس الأكبر اليهودي الخليجي. نعم، هذا المجلس الأكبر تأسس سنة 2021 بهدف إدارة ومتابعة حالة اليهود اللي راح يكونون موجودين في المستقبل في دول مجلس التعاون. وطبعا حاليا أنشأ، يعني انبثق من هذا المجلس اليهودي الخليجي، انبثق المجلس اليهودي الإماراتي. وصرح إلي عباد أو عبادي وقال أن هناك مفاوضات قوية وجادة مع مسؤولين في دولة الإمارات لإنشاء حي يهودي في الإمارات يضم معابد، مدارس، حي سكني، مولات، مجمع، يعني حي كامل لليهود يسكنون فيه اليهود، اللي على حسب تصريحه يقدر عددهم حاليا ب2000 يهودي مقيمين في الإمارات، مقيمين اللي مؤسس شركة واللي عايش هناك. ويتوقع إلي عبادي أن الرقم هذا 2000 يتضاعف ليصل إلى 10,000 مقيم خلال الخمس سنوات القادمة. كذلك يقول لك أن الإمارات استقبلت لحد الآن 200,000 سائح، 200,000 سائح يهودي تم استقبالهم من إسرائيل، يعني من حقهم هذول 200,000، ومن حق المقيمين أن يمارسون شعائرهم، ومن حق أن يكونون لهم حي خاص فيهم. يعني تتحين الإمارات عندكم تشاينا تاون، أنتم في الإمارات عندكم معبد للسيخ ومعبد للهندوس ومعبد، وعندكم يعني كنائس للنصارى، وعندكم مساجد للمسلمين يا حبيبي، فمن حق، وعندكم معابد للبوذيين، فمن حقنا احنا كمقيمين ان يكون عندنا حي منفصل عن اليهود. طب اظن من مبررات ايش؟ من مبررات إلي عبادي يقول لكم ان احنا عندنا اليهود، يعني في غالبيه من اليهود يوم السبت، هذا يكون طبعا يوم اجازه، ممنوع حتى يسوقون سياره. يقول لك ان لا، بس انا اقعد ان ما اسوق سيارتي، فأنا أحتاج أكون في حي لليهود، ما أبي أكون أنا موجود في أماكن خارجة، أماكن فيها سيارات، لا، أنا يوم السبت بالنسبة لي يوم راحة ويوم مقدس، لا أعمل فيه أبداً ولا حتى أقود السيارة، فمن حقي أن يكون عندي حي أتنقل فيه وأروح. هذا فتم يعني الإعلان عن هذا التصريح أمس تقريبا إخواني الأفاضل. طبعا كذلك هناك مطالبات، يمكن احنا لاحظنا قبل رمضان أيضا بعض اليهود طلعوا ويطالبون بالعودة إلى خيبر، وبعض اليهود طلعوا ويطالبون بالعودة إلى المدينة المنورة، وفي واحد طلع يقول لكم والله في أعتقد جازان وبعض المناطق نسيت، لا إله إلا الله، في جازان، نعم، والمنطقة اللي قريبة من جازان نسيت اسمها، لا إله إلا الله، نجران أعتقد، إيه نعم، هناك أحياء لليهود وهناك بيوت وتم يعني اليهود يتركوها، فيطالبون أيضا أنهم يرجعون مرة ثانية إلى هذه المنطقة. وأنا صراحة يعني من خلال منبري هذا أناشد أيضا حكام الإمارات أن يسمحون، يا أخي ليش ما تسمحون لليهود؟ أعطوهم، سووا لهم أحياء وسووا لهم معبد وكنيس يهودي، وشو المشكلة؟ حرية يا حبيبي، حرية وتسامح وتعايش، وإحنا نتعايش، وأنتوا عارفين يعني أن حكومة الإمارات وقعت يعني بابا النصارى وكذلك شيخ الأزهر وقعوا على معاهدة تعايش وتسامح، وما في أي مشكلة، يعني خلهم يعيشون حياتهم اليهود، خاصة أن هناك كثير حتى من اليهود حصلوا على الجنسية الإماراتية، وهذا الكلام يعني تم إعلان عنه العام، وأنا حتى سويت حلقة أعزائي المشاهدين، وهذا كله من ضمن المخطط اللي أنا قلت لكم عليه من السابق،
قلت لكم من قبل ان اليهود راح يدخلون، وطبعا هم الان على حسب تصريح الحاخام الاكبر إلي عباد انهم اسسوا شركات وعندهم حياتهم ومحتاجين مدارس. هذا من المخطط اللي انا قلت لكم عليه من قبل، ان راح شوي شوي يدخلون في مجالس الادارات، وراح يسيطرون على الشركات، وراح يسيطرون على البنوك، وعن طريق الامارات وعن طريق الحصول على الجنسيات راح يدخلون السعودية وراح يدخلون قطر والبحرين، وهم اوريدي اصلا موجودين في البحرين، وراح يتم انشاء حي يهودي في البحرين قريب، وعن طريق حصولهم على الجنسية الاماراتية راح يبدون تدريجيا السيطرة على دول مجلس التعاون. من حقهم داشين وعندهم فلوس، خلهم يدخلون. وهذا مصداقا لكلام اخوكم اللي قاله من سنتين او اكثر، مصداقا لكلامي انهم فعلا اسسوا مجلس اليهودي، المجلس الاعلى اليهودي الخليجي. عندهم بعد نظر، عندهم يعني نظرة ثاقبة للمستقبل. انتوا تفكرون يعني هذول يشتغلون كذا؟ لا لا لا، هذول عندهم دراسات وعندهم فلوس، عندهم رسالة في حياتهم يطبقونها وينفذونها، وتدريجيا الاراضي راح يشترون، اراضي راح يسيطرون على الاراضي، راح يسيطرون على الاقتصاد، راح يسيطرون على الفلوس والبنوك وعلى الذهب وعلى التجاره وعلى المولات وعلى الاسواق وعلى كل حاجه. وقريب يعني مواطنين مجلس التعاون راح يشتغلون في هذه الشركات اليهوديه، راح نكون موظفين عندهم وراح نكون تحت إدارتهم. وصلت الرسالة أعزائي المشاهدين ولا ما وصلت؟ فأنا أناشد حكومة الإمارات صراحة يعني بالعقل، إحنا نتكلم بالعقل الآن، نتكلم بالعقل. من حقهم أن يكون لهم حي خاص في الصينيين أحسن منهم. تشاينا تاون، ليش تسوون تشاينا تاون؟ سووا بعد يعني مدينة وحي لليهود، السيخ، البوذيين، الهندوس، كلهم عندهم معابد وأحياء في الإمارات. يات على أبناء العمومة الأشقاء، يات عليهم. لا 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 لا، ما لكم حق يا حكومة الإمارات. لابد أن من الاستعجال، هذا المفروض يكون من قبل، هذا الحي المفروض يكون من قبل ومن زمان، من أجل بداية السيطرة على كل دول الخليج. أتمنى رسالتكم صلت.